السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 19/8/2023 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. اليوم ريال سوسداد تعادلت أمام سيلتا فيجو 1-1، أحرز هدف سوسداد أندير ومش مهم الاسم الثاني في الدقيقة 22، هدف سيلتا فيجو عن طريق أوسكار من جويزا في الدقيقة 94. الميريا خسرت من ريال مدريد 1-3، احرز هدف الميريا سيرجيو اريباس في الدقيقه الثالثه، اهداف ريال مدريد الثلاثه عن طريق تشوب بلينغهام سجل هدفين في الدقيقه 19 وفي الدقيقه 60، الهدف الثالث عن طريق فينيسيو جونيور في الدقيقه 73. اوساسونا خسرت من اتلتيك بلباو 0-2، احرز هدفي بلباو انياكو ويليامز في الدقيقه 11، غوركا غورزيتا في الدقيقه 20. متابعينا الكرام، غدا مباراه برشلونه ام قادش الساعه 8:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه وعلى قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية، وريال بيتيس أمام أتلتيكو مدريد الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. طبعا عملت فيديو عن مواعيد المباريات، سيبوا لك في نهاية هذا الفيديو بإذن الله تعالى. طيب خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت. متصدر الدوري الأسباني متابعين الكرام ريال مدريد المركز الأول 6 نقاط، فالنسيا المركز الثاني 6 نقاط، أتلتيكو مدريد المركز الثالث 3 نقاط، رايو فايكانو المركز الرابع 3 نقاط، ريال بيتيس المركز الخامس 3 نقاط، قادش المركز السادس 3 نقاط، اوساسونا المركز السابع 3 نقاط، اتلتيك بلباو المركز السابع مقرر 3 نقاط، فياريال المركز السابع مقرر ايضا 3 نقاط، ريال سوسيداد المركز العاشر نقطتين، جيرونا المركز 11 نقطة، ختافي المركز 12 نقطة، برشلونة المركز 12 مقرر نقطة، مايوركا المركز 14 نقطة، لاس بالماس المركز 14 مقرر نقطة، سيلتا فيجو المركز 16 نقطة، إشبيلية المركز 17 بدون نقاط، ديبورتيفو ألافيز المركز 18 بدون نقاط، غرناطة المركز 19 بدون نقاط، وألميريا المركز 20 والأخير بدون نقاط. متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين جوب بلينغهام لاعب ريال مدريد سجل 3 أهداف، المركز الثاني كلهم سجلوا هدف واحد، أندير برينتشا لاعب ريال سوسيداد، أرتيم دوفبيج لاعب جيرونا، ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد ممكن ده ينافس جوب بلينغهام، ويوزي بريز لاعب ريال بيتيس، انطونيو رايلو لاعب ميوركا، فيدي ما اعرفش مين الناس دي بصراحه، غوركا لاعب اتلتيكو، جيراردو مورينيو ده ممكن ينافس وكمان لاعب فيريال، واللي ممكن ينافس ايضا انطون جريزمان ومنفس ديباي هما كمان ممكن ينافسوا، غير كده ما اعرفش حد ممكن ينافس جوب بلينغهام بصراحه. اشترك في القناه فعل زر الجرس عملاق الفيديو، وكان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.